مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد اللقاء في حوار هادف، وفلسفتنا في حوار هادف أنه حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، والنهاردة اليوم الغذاء العالمي، واليوم اللي بتحتفل فيه منظمة الأغذية والزراعة في يوم 16 أكتوبر من كل عام بيوم الغذاء العالمي. اليوم ده اللي تأسس فيه المنظمة عام 1945 ميلادي، وفي اليوم ده بتنظم أكثر من 150 بلد في جميع أنحاء العالم فعاليات تعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع، ومن حيث الحاجة إلى ضمان الأمان الغذائي والنظام الغذائي المغذي للجميع. يعد هذا اليوم فرصة حقيقية لإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الجوع بحلول 2030. احنا في مصر، واما يعني وما بكم من نعمة فمن الله، عندنا الغذاء يعني منطلق الحلقة النهاردة. هنتكلم عن الثروة الحيوانية منلي والداجنة والسمكية، والدولة اهتمت بكثير من هذه الثروات في مصر في العهد الحالي، وهنكون معكم وهنتكلم عن كثير ما يهم الغذاء الصحي، وكمان دور الطبيب البيطري في التفتيش الغذائي والرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني، وسلامة الغذاء، وأيضا متبقيات الأدوية اللي موجودة في المنتجات الحيوانية اللي بناكلها، وكمان هنتكلم عن الأسماك. معنا خبر سريع برضو نقوله بمناسبة اليوم النهاردة. وزير الزراعة بيهنئ برنامج الغذاء العالمي بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، وبعث السيد القصير وزير الزراعة برقية تهنئة إلى ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP بمناسبة حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. وقال وزير الزراعة إن فوز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام يعد تقديرا عميقا بأهمية دور هذه المنظمة منذ إنشائها في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية، ونتمنى لجميع العاملين بها النجاح والازدهار خلال السنوات القادمة. والجدير بالذكر أن البرنامج الغذائي العالمي التابع للأمم المتحدة يتعاون مع وزارة الزراعة في مصر في العديد من المشروعات التنموية التي تخدم الشباب والمرأة بمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً. كمان نهنئ الأطباء البيطريين بالقانون اللي كان مفعل قبل كده، ما نعرفش كان مفعل شوية وبعدين فعل تاني، بعدين أعلن في شهر 3 من فترة ما نشرش في الوقائع المصرية، وأخيرا قالوا أنه حينفذ الأطباء البيطريين وراقبونا ويشرفونا على المزارع سواء كانت الحيوانية أو الداجنة. لكن في إطار دلوقتي مستنيين الآليات التنفيذ اللي ما بين نقابة الأطباء البيطريين العامة وبين وزارة الزراعة. نتمنى يا رب إن شاء الله الآليات تطلع بحاجات واقعية وقرارات تفيد شباب البيطريين في يعني إن الوصول إلى حاجة كويسة للمهنة، وفي نفس الوقت لوضع الطبيب البيطري في مصر، وفي نفس الوقت كمان للصحة العامة. أعزائنا المشاهدين، احنا يعني معنا نخبة من علماء الطب البيطري في مصر هنتكلم فيهم عن مواضيعنا اللي اتكلمنا عليها دلوقتي، لكن هنطلع فاصل صغير جدا واستنونا عشان نرجع تاني معكم. ورجعنا لكم تاني أعزائنا المشاهدين، والنهاردة اليوم الغذاء العالمي، وزي ما نوهنا عن دور الطبيب البيطري في الرقابة الصحية على الأغذية وأهمية الغذاء الصحي. النهاردة هيكون موضوع حلقتنا كاملة، وهيكون معانا زي ما قلنا نخبة من علماء الطب البيطري في مصر. يشرفني ويسعدني ما يكون معايا في الاستوديو سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى عباس شلبي، أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى. أهلا بك. وأيضا الأستاذ الدكتور نسرين عز الدين محمود، أستاذ الطفيليات وطفيليات الأسماك كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. ايضا ويشرفني ويسعدني ايضا يكون معنا الدكتور احمد عبد الكريم بديع، رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري والفحوص وبالهيئه العامه للخدمات البيطريه في وزاره الزراعه. اهلا وسهلا بك دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك وشرفني حضوري معكم. اعزائنا المشاهدين، نبدا على طول محاور حلقتنا زي ما وعدناكم، وهنبدا مع الدكتور مصطفى. متبقيات الادويه، وبانك يعني انت بروفيسور في علم الادويه، الأدوية دلوقتي اللي موجودة في الأصل الحيواني زي الأبقار، الجاموس وحتى الدواجن، متبقيات الأدوية بقى إيه وأثرها إيه؟ خطر.
بسم الله ده مهم يعني الموضوع ده. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما معنى المتبقيات أو البقايا الدوائية في الأنسجة الحيوانية والمنتجات الغذائية؟ هي أي دواء عند إعطائه للحيوان فإنه يتراكم ويختزن داخل أنسجة الحيوان، أو يخرج مع منتجاته كالألبان والبيض واللحوم، سواء اللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء. بنسمي الحكاية دي تيشو ريزيديو أو البقايا النسيجية أو الدوائية في أنسجة الحيوان. والحقيقة هذه البقايا لها مصادر. ما مصادرها؟ مصادرها إن الأطباء البيطريين بيعالجوا الحيوانات من الأمراض أو الوقاية من الأمراض بإعطائهم الأدوية الخاصة بهذا المرض. نعم. فممكن بعض الأدوية يكون من طبيعتها إخراج من الجسم ببطء، تقعد على مدى 5 أيام 10 أيام تخرج. نعم. فدي ممكن تسيب متبقي في الأنسجة الحيوانية إذا تم ذبحها قبل فترة معينة هنتعرف عليها، اسمها فترة الرفع. كذلك التلوث الغذائي ببعض المبيدات الحشرية، كذلك التلوث الغذائي، التلوث بمضيفات الأغذية ومنشطات النمو التي تعطى في مزارع الدواجن. نعم. هذه المنشطات ينتج عنها متبقيات دوائية في أنسجة الدجاج، وحينما يستهلكها المستهلك أو يتناولها المستهلك بتؤدي إلى مشاكل خطيرة سوف نتعرف عليها لاحقا. دي مصادر المتبقيات الدوائية. وما معنى المتبقيات الدوائية؟ مصادر طبعا، دي المصادر اللي هتكلمنا عن الأثار، لكن نسأل الدكتورة الأستاذ دكتور نسرين عن بقى العناصر والمسببات اللي بتمثل خطورة في وجبة سمك يعني معمولة للمستهلك تكون غير آمنة. ايه يعني امتى تمثل المسببات اللي بتمثل خطورة على المستهلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة بوجودي مع حضرتك في البرنامج. لو جينا نمسك الأسماك ككائن فترة حياته كلها في المية، الحقيقة بيتعرض لأكتر من عامل بيخلي الكائن الحي ده عرضة للإصابة بمسببات مرضية أو تلوث. بيبقى العائد بتاعها على جسم الإنسان، احنا عارفين ان صحيا المفروض الإنسان يتناول على الأقل وجبة واحدة من الأسماك في الأسبوع. نعم. فده معناه إذا كانت العضلات أو أنسجة الأسماك فيها أي مسببات تلوث، أي أمراض، أي معادن ثقيلة، أي متبقيات من الأسمدة الزراعية أو من صرف صحي إذا كان السمك ده في مكان بيلقى فيه صرف صحي أو صناعي. فده بيعمل تأثير تراكمي للإنسان، مع العلم ان في بعض المركبات ممكن يحصل لها تكسير اثناء طهي السمك، وفي بعض مركبات زي المعادن الثقيله دي ملهاش حل، يعني ما بيأثرش فيها اي معاملات حراريه. ده جانب مصدره الاساسي التلوث. المسببات الاخرى اللي تخلي وجبه الاسماك خطر هي وجود الباثوجينز او المسببات المرضيه بيولوجيا، من بكتيريا، من فيروس، من طفيليات. النسبة الأغلب من المسببات المرضية للأسماك طفيليات، يعني أكتر مشاكل في الثروة السمكية مرضية بتبقى مشاكل طفيلية. لكن برضو ربنا اليوم العالمي للغذاء بقى، تمام، اليوم العالمي للغذاء، والمواطن المصري والمستهلك عاوز وجبة بقى آمنة من كل ده. هو يعني هو أنت بتقولي دلوقتي المتبقيات وكل ده، إزاي توصلوا؟ إزاي توصلوا بقى الوجبة الآمنة يكون وجبة آمنة؟ يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى، معلش هو مش تحيز للأسماك، لكن هي من أأمن الوجبات مقارنة بغيرها من مصادر البروتين. لو جينا نتكلم على أخطر حاجة فيها اللي الناس بتتكلم عليها كتير جدا لأنها ظاهرة بالعين المجردة، يعني حضرتك لما تجيب سمك لو كان فيه نسبة معادن ثقيلة أو ملوثات مش بتبان للمستهلك، لكن الطفيليات بيشوفها المستهلك في الغالب. ده تخصصي. الطفيليات بيشوفها أغلبها بيتشاب العين المجرد. فهنا بيمثل خطورة تسويقية، ودي بتمس التداول بتاع الأسماك. ومنها بيمثل خطورة من خوف المستهلك اللي مش واعي الطفيل اللي قدامه ده هل ضار بالإنسان أو لا. فبرضو من فضل ربنا سبحانه وتعالى إن طفيليات الأسماك كتيرة جدا قوي، لكن
نسبة قليلة جدا منها اللي ليها تأثير ضار على صحة الإنسان. نعمة من نعم ربنا، عشان كده السمك بالتأكيد هي الوجبة المفضلة. فالناس بتخوف الناس للأسف، في ناس مش فاهمة بتخوف المستهلك المصري من الأسماك. أنا بقول السمك نجيبه ننظفه بطريقتنا العادية الطبيعية، ملح ودقيق وخل وليمون، بعد كده بنقليه او نشويه او نخلله. حضرتك الآلية احنا كمستهلك مصري وطبيعتنا في طهي الاسماك، يعني معلش نقول بالبلدي كده احنا بنحط السمك في الزيت لحد ما نحرق قلبه يعني. أيوة صح. فاستحالة استحالة ان في طفيل هيعيش بعد الآلية. تمام، انتهى. احنا كده بنطمن ان بعد الآلية وبعد الشوي خلاص. الشوي ليه بعض التحذيرات، ان احنا السمك التخين قوي السميك المفروض ما نشويش، لان احنا برضو عادتنا ان احنا بنحط طبقة ردة، فدي بتمنع دخول الحرارة للعضلات الداخلية اللي بيبقى فيها بعض الديدان المتحوصلة او اليرقات المتحوصلة. فبنقول اما تشوي اشوي سنجاري مفيش ردة، الحرارة هتوصل جوه. لو السمكة سميكة وانت مصر على الشوي بالردة، يبقى السمكة السميكة افتحها اقسمها نصين واشوي كل وجه لوحده كده، وجبة آمنة. هنتكلم كمان أكثر عن كده في المحور الثاني. نروح بقى للدكتور أحمد عبد الكريم، وهو يعني رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري في الهيئة العامة للخدمات البيطرية. دور الحجر البيطري في الاستيراد والتصدير، عشان بس سريعا للمشاهدين قبل ما نتكلم عن دور الطبيب البيطري، دور الحجر البيطري عندكم في الاستيراد اللحوم والأسماك وحتى الحيوانات الحية. في الأول ناخد فكرة عامة كده، الحجر البيطري أحد الإدارات المركزية المتابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية. نعم. وأحد هيئات وزارة الزراعة. إحنا عملنا كحجر بيطري عمل مؤسسي تراكمي بخبرة تراكمية بقالنا أكثر من 40 سنة من ساعة تاريخ إنشاء الهيئة. أنشئ إدارة مركزية للحجر البيطري من ضمن 5 إدارات مركزية تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية. جميل. المنوط بينا إحنا اللي هو متابعة الأمراض الوبائية على مستوى العالم كله. والسبب من ناحيه التصدير بنتعاون مع الطب الوقائي في الامراض الوبائيه او الامراض اللي هي الامراض اللي ممكن تنتقل عن طريق المنتجات الحيوانيه او قبل التصدير. اقول لحضرتك احنا دورنا يعني دور يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا دور يعني اساسي ودور مؤسسي. بنبدا العمل من الخارج، مش بنستنى لغايه لما الحاجه توصل مصنع على اجراءاتنا. بمعنى احنا عندنا في حضرتك اكتر من 200 مرض مشترك بالانسان والحيوان. طبعا. وفي يعني مش عايز اقول لك 1000 وحاجه، بس هم المشهورين بتاع 200، ومنهم امراض خطيره جدا جدا بنسمع عنها. الامراض دي ممكن تنتقل عن طريق الاحتكاك بالانسان او احتكاك بالغذاء الناتج عن هذا الحيوان. عندنا مثلا وقلنا اسامي امراض الناس هتتخض من اسمها، لكن دي واقعه فعلا. لو قلنا مثلا مرض السل، احنا كلنا عارفين السل ده ممكن ينتقل اما عن طريق تعامل مباشر مع الحيوان او عن منتجات اللي هي طالعه من الحيوان سواء لبن او لحم او في مرض خطير جدا تاني اللي هو مرض اللي هو بنسموه الدوده الشريطيه. الدوده الشريطيه دي تنتقل عن طريق الغذاء من الحيوان. وبرضه ايه يعني هنخش دور الطبيب البيطري. الطبيب البيطري لو قلت له انا شاكك الحاجه دي فيها دوده شريطيه، هو هيبقى عارف رايح يدور عليها فين. يعني عنده حيوان كامل، واخد بالك، نقول الحيوان ده احتمال يكون في الدوده الشريطيه. الدكتور البيطري الوحيد اللي يقدر الوحيد يقدر هيدور فين على الدوده الشريطيه دي. نعم. يعني ليها اماكن معينه بتعيش فيها، واخد بال حضرتك. احنا لقينا في السنين الاخرانيه دي سمعنا على السيركوسيست برضه. دي ممكن تكون في اللحمه، والدكتور لو قلت له شوف الحيوان ده احتمال يكون في السيركوسيست هيروح لحته معينه مثلا زي المريء بتاع الحيوان، بيقدر يعرف السيركوسيست عايشه هنا. يقدر يقول ده في سيركوسيست اللي ما فيهوش. احنا دورنا بيبقى حاجتين بالنسبه للاستيراد، عندنا دورين. اول حاجه الدفاع عن الانسان الاراضي المشتركه دي، ده شيء اساسي بالنسبه لنا. تمام. ودور تاني لا يقل عن اللي هي الانسان او العدوى اللي هو الصحه العامه بالنسبه للانسان، اللي هو الحفاظ على الثروه الحيوانيه الداخليه بتاعتنا. انا ما اقدرش ما اجيبش مرض مستحدث يخش ضماء. احنا عندنا الفلاح اساسي الحقيقه عن 3/4 مصر الفلاحين او ناس عايشه على الحيوان، ربين مواشي او دواجن او اغنام او مزارع سمكيه وتشعب بصوا العالم. اساسي ان انا ما ادخلوش مرض جديد يخش هنا يدمر لنا الثروه الحيوانيه بتاعتنا. بس هم بيخسروا جامد والاسعار نزلت دلوقتي، نقول لهم ايه؟ لو بقول لحضرتك انا دلوقتي احنا عندنا البلد بتقفز قفزات بالنسبه لتوفير الانتاج الثروه الحيوانيه في مصر. سواء اللي هو البروتين
وخلافه. عندنا دلوقتي الثروه الداجنه يمكن حصلت الفجوه الاستهلاكيه بالانتاج 3-5% وقريب قوي تتغطى الفجوه دي. والثروه اللحوم الحمراء وصل 30-35% بس. الاسماك برضو ان شاء الله عندنا كم من مشروعات، وشفنا مشروعات جديده قامت بيها الدوله سواء في غليون او شرق التفريع او قناه السويس. جميل. او المشروعات الكتير اللي كلها هتغطي الفتره الاخيره. طيب وبعدين وصلنا للاكتفاء الذاتي، هنعمل ايه؟ هنوقف استثمارات؟ ما لو دخلنا استثمارات وعندي اكتفاء نصدر بقى. لا يبقى يبقى انا هقفل، ما عنديش قدامي غير التصدير. الدوله حريصه الان وعلى دلوقتي مش عايز اقول لحضرتك التعليمات اللي جايه لنا. احنا بقى دورنا كحجر بيطري ان احنا بنتعامل فنيا مع الدول ان نرغب التصدير ليها. لكن التعامل التجاري ده يقوم به شق وزاره التجاره او يقوم به القطاع الخاص بالاتفاق على التصدير والاستيراد. احنا بنحاول ازاي نزلل الصعوبات الفنيه، وبرضه هتحصل شغل كتير خلال الفتره اللي فاتت دي بالنسبه للتصدير هنتكلم عنه. وهنتكلم عن دور الطبيب البيطري باستفاضه اكثر في الثاني. احنا معانا ايضا هاتفيا بيشاركنا في الحلقه من الامارات العربيه المتحده الزميل دكتور ناصر زيدان الشافعي، وهو المدرب والخبير في مجال منح شهادات الحلال. دكتور ناصر معانا؟ تعالي. اهلا دكتور ناصر. اهلا اهلا دكتور ناصر، ومنورنا وانت في الامارات ان شاء الله، ونعلم انك مدرب وخبير في مجال شهادات يعني منح شهادات الحلال، وكنا يعني ترحب بضيوفنا اللي معانا في الاستوديو الاساتذه الكبار في الطب البيطري. انت سامعنا دكتور ناصر؟ بشكر حضرتك وبشكر الدكتور استاذ دكتور مصطفى دكتور المصريين دكتور احمد على وجودي معكم النهارده في الحلقه، وبشكر كمان الثوره هادف ان هو اتاح الفرصه ان احنا نتكلم في مجال عالمي عن دور الطبيب البيطري والايجابيات الموجوده والمواصفات العمليه المطبقه سواء في سلامه الغذاء او مجال الحلال او مجال منح الشهادات، وان شاء الله تكون حلقتين اقدر اتفاهم معاك ان شاء الله مع الحضرات اللي موجوده قدامنا. بما انك كمان انت المدير رئيس مجلس اداره شركه الاستشارات والتدريب وتطوير الاعمال لمنح شهادات الحلال، كلمنا يعني ايه حلال وايه شهادات حلال دي وايه الحلال وايه الشروط اللي المفروض تاخدها المنظمه او الفرد وانتوا في الامارات، يعني اشرح لنا اكثر الناس تفهم. هو كلمه حلال طبعا باللغه العربيه معناها ان هو شرعيا او شرعا يكون مقبول او موافق عليه. في اكثر مواصفه على مستوى العالم كله سواء كانت مواصفه منظمه العالم الاسلامي او المواصفات الخاصه بماليزيا، سريلانكا، باكستان، مصر، الامارات. اكثر مواصفه كل واحده فيها فروق بسيطه من دوله للثانيه حسب المذهب اللي بيطبق في الدوله. يا ريت توطي بس توطي صوت التلفزيون جنبك عشان الصدى. لو في مشكله في الصوت بس عشان توطي بس صوت التلفزيون من عندك. كلمنا من التليفون دايركت. هيبقى افضل عشان الصدى. كانوا شغالين في نفس المجال ناس لو كان في صوت مشكله. مجال الشهادات فيه اكثر من مواصفه، احنا بنطبق المواصفه حسب الدوله او حسب مستويات الدوله المصدره او المستورده. نعم. حسب المتعامل اللي بيحاول ان هو يتواصل معانا سواء هل هيصدر من دوله معينه اللي هي شروطها هي بالتصدير او الدوله اللي هو هيصدر ليها. عندي الكلام برضه بيليهم شروط ثانيه، فالمفروض هو بيوقع بين المنتج بتاعه والشركات دي بين الدوله اللي بيصدر منها والدوله المستلمه في الدوله الثانيه. الشركه برضه فيها مجال التدريب، والتدريب طبعا حسب الاحتياجات اللي بين كل شركه او مصنع او مؤسسه او حتى اشتراطات، في موجود اشتراط مؤسسه اشتراطات سلطات محليه، ومجال تطوير الاعمال الخاص بالشركه برضه بالنسبه لو حد عايز يفتح بيزنس جديد في مكان معين بنحاول احنا نوفر ما بينه وبين المكان اللي هو فيه. وفي طبعا خبراء ماليين، في خبراء في سلامه الاغذيه، خبراء في المجال القانوني، ده اغلب الحاجات اللي نقدر نوفرها يعني. نعم دكتور ناصر انت معانا برضو ان شاء الله يعني كضيف للحلقه مستمر، لكن هنروح برضو يعني بنشكرك حاليا لحد ما ندخل تاني ونروح بقى للدكتور استاذنا الدكتور مصطفى شلبي وبنكمل موضوع التاثيرات الضاره بقى للتدخلات الدوائيه. الحقيقه دي مشكله كبيره جدا، والحقيقه لازم تتخذ فيها اجراءات قويه لمنع وصول المتبقيات الدوائية في الأغذية ذات الأصل الحيواني إلى الإنسان المستهلك. نعم. من أهم الأضرار اللي بتعملها هذه المتبقيات الدوائية
خلل في عمل الغدد الصماء والهرمونات، خلل في عمليات التمثيل الغذائي، تشوه في الأجنة، تسمم في الجهاز التناسلي والخصوبة والعقم. وقال الله. خطيرة جدا. ويلي ذلك تغير في بعض التركيبات الوراثية جينيتك ميوتيشن. وأهم وأخطر حاجة بتتعمل ويجب أن نحتاط لها في هذه الأيام، ألا وهي تثبيط الجهاز المناعي للمستهلك لهذه المتبقيات اللي موجودة في الغذاء. لما بيحصل تثبيط للجهاز المناعي للشخص في هذه الأيام وبيزورنا ضيف شرس ما احناش قادرين نواجهه، ولكن بفضل الله ربنا ينصرنا عليه، ألا وهو فيروس كورونا. لما الجهاز المناعي بيكون عند الشخص ضعيف، الفيروس كورونا بيقدر يتغلب عليه وتكون النهاية اللي غير محمودة. من أهم وكذلك وأخطر الحاجات المايكوتوكسينز اللي موجودة على الأعلاف وعلى المتبقيات الدوائية دي، بتؤدي إلى سرطانات، وخاصة في سرطانات الكبد وتليف الكبد. فيبقى عندنا تسمم الجهاز التناسلي، عندنا خلل في عمل الهرموني للجسم. في تجربة ظهرت على شاب في إيطاليا، حصل عنده ما يسمى بالتثدي، كبر حجم الثديين. اكتشفوا انه بياكل لحمة، هذه اللحمة فيها بقايا لحبوب منع الحمل. وبالتالي عمل عنده حالة مرضية اسمها التثدي. من اخطر الحاجات تثبيط الجهاز المناعي، حدوث سرطانات، ربنا يقينا ويقي الجميع من هذه الأمراض. آمين. وهذه الخطورة بتاع المتبقيات الدوائية اللي احنا بدون قصد بنعالج حيواننا، ولكن بنذبحه بفترة قبل مرور فترة مهمة تسمى فترة الرفع أو الوزدرول بيريود أو المنع، الفترة اللي بتمر من آخر علاج بياخده الحيوان لغاية مذبحه. للأسف اللي بيمارس في مزارع الدواجن وغيرها، العلاج النهاردة وبيع الصبح وادبح آخر النهار، يبقى لازم في متبقي دوائي. بعض المتبقيات الدوائية مثل الهرمونات الجنسية الاستروجينز تظل في أنسجة الحيوان شهر 30 يوم، ده خطير جدا، بتؤدي إلى فشل كلوي، وثبت هذا في أكتر من موقف. نعم دكتور. إذن يجب إن احنا نحتاط لمرور فترة الرفع اللي هي من اول الفتره اخر علاج، الفتره المحرمه فتره التحريم او الرفع او الزروع البيريود. هذه الفتره بتمر من اخر علاج خده الحيوان الى ذبحه، موعد ذبحه. وهنا دور الطبيب البيطري، اللي هيحافظ على صحه الانسان بعد الحيوان، واللي هيوفر علينا بناء مستشفيات. وبالمنطق ده بقوا طالب ان في كل مزارع الحيوانات يجب ان يكون هناك سجلات للتاريخ الدوائي للحيوان. يا سلام. خدت امتى اخر علاج؟ اهو، ما تتبحش الا بعد 5 ايام من فضلك، لا هنا بعد شهر. لان معروف ان المادة دي طبيعتها slowly excreted، تفرز من الجسم ببطء، بناء عليه لازم ان احنا ما نتبحش الحيوان الا بعد مرور شهر. وهكذا. فيا ربنا يتجنبنا من مشاكل وخطورة المتبقيات او البقايا الدوائية في الغذاء الادمي. ربنا يخليك دكتور مصطفى، امين يا رب. ونروح للاستاذتنا دكتوره نسرين، كيف يمكن تطبيق منظومه الامان الحيوي في المزارع السمكيه؟ تمام. وهل يعني هنا بقى المهم كمان الامكانيات متاحه لتطبيقها الان؟ عارف الدكتور عبد الكريم بقى يمكن يقول لي طب يعني لا مفر من ان احنا نطبق منظومه الامان الحيوي. لان زي ما حضرتك في جمله قلتها، ان احنا لما نطبق المنظومه دي على المزارع السمكيه، بالتالي احنا بنحد وبنحط اطار مانع ان يبقى فيه مسببات فيها مرض او فيها اذى للمستهلك. يبقى هنوفر لوزارة الصحة من الآخر كده، هنوفر أدوية ومستشفيات لوزارة الصحة وعلاجات وأمراض. وطبعا صحة المواطن ده الشغل الشاغل للدولة يعني. هو ده المواطن، يعني مستقبل البلد، يعني شبابها، يعني كل حاجة صحته. فحضرتك النهاردة الإمكانيات متاحة؟ لا، مش متاحة. أنا بتكلم على المزارع السمكية، مش متاحة بالقدر اللي المفروض
يكونوا افضل اكثر يعني زي ما استاذنا الدكتور احمد عبد الكريم قال ان انا ما اجيش ادخل حيوانات عندي تجيب لي امراض جديده، ما هو نفس الكلام. انا عندي مزرعه سمكيه فيها اسماك، انا جايبها زريعه، ما اجيش انا على المزرعه، ده برضو من ضمن ان انا اطبق المنظومه بتاعت الامان الحيوي. ان انا ما اجيش النهارده الاقي في شويه زريعه كده رخاص وموجودين فاقول طب ما انا ادخلهم، اروح مدخلهم. المنظومه عاوزه رقابه اكثر واشراف اكثر بوجود الاطباء البيطريين طبعا اللي قاعدين بيشتغلوا في وظائف غير. برضو نفس الكلام، ما هو السمك زيه زي اي كائن حي نفس الكلام. مين برضو اللي هيحكم؟ للأسف برضو في ظاهرة لازم نتكلم عليها كويس جدا، إن أغلب المزارع السمكية أصحابها أو اللي بيديروا المال بتاعهم في المزرعة بيعتمدوا بنسبة 95% فما فوق كمان على خبرتهم. خبرتهم في مرض ظهر يدي مضاد حيوي، يسمع من المزرعة اللي جنبه ده أنا كان عندي نفس الحالة فإديت كذا فالحكاية مشيت. المضادات الحيوية الكتيرة دي طبعا ليها سايد افكت رهيب وتأثير تراكمي رهيب. مين اللي هيحكم ان المضادات دي تتاخد بالصورة السليمة وللحالة المناسبة؟ مين اللي هيحكم انك ما تصطادش السمك وتنزله للتسويق غير بعد ما يفوت مدة ان زي ما الدكتور قال المتبقيات دي يحصل لها كومبليت ويزدرول من البادي، يعني تخرج تماما من الجسم. انا مش هقاطعك بس فضل. الاشراف على المزارع اللي هو القانون ولسه اليات تنفيذه، مش هنتكلم عليها عشان لسه اليات التنفيذ مع نقابه وزاره الزراعه. أعتقد مش على المزارع السمكيه ايضا قرار، هو على جميع، يعني كله قال على الحيوانيه والمشاريع الدوائيه اللي هي تحتاج لترخيص. مزارع الانتاج الحيواني بيحتاج الى مشرف طبيب بيطري. امتى يكون كل عندنا المزارع مرخصه وكلها مغلقه في الدواجن احنا والماشيه تحتها اشرف طبيب بيطري؟ يعني امتى خلال الدول السنه اللي فاتت دي تم ترخيص كثير قوي المنشآت قطاع الانتاج الحيواني، وصلت حوالي 40,000 منشاه مرخصه حاليا دلوقتي وتحت عين الدوله. يعني اهم حاجه كمان في المزارع المرخصه دي ان لو حصل عندهم اي مرض وبائي او بيبقى الابلاغ بتاعه للهيئه العامه للخدمات الطبيه عشان اتخاذ الاجراءات الاحترازيه يعني مسبقه قبل ما حدوث حاله. انت عارف عندنا الامراض الوبائيه خصوصا الحمى القلعيه دي انتشرت الى الهواء، ده انتشرت والله اذت المربيين. لا بس الحمد لله حصل سيطره جامده. بعدين خلي بالك ان في نقطه برضو الناس بتداولها كتير، لو اي تحصين في الدنيا يعني الصد بتاعه اساتذتنا عارفين ما يجيبش اكتر من 250% دوت لو هو دواء عالمي. يعني لو حصنت لك 200 حيوان يبقى عندك حوالي 200,000 حيوان عرضه للاصابه على الرغم ان هم متحصنين فعلا يعني. بس دوت طبعا مش مبرر، يعني احنا بنتكلم ان احنا دوت الواقع اللي هي الحاجات الاجراءات العالميه. انا بس في حاجه مهمه اساتذتنا الدكتوره نسرين اتكلمت عليها اللي هي الامان الحيوي والمزارع السمكيه. انت عارف حضرتك ان احنا نكمل ولا الدكتوره تخش على التصدير السمك؟ انا هنيجي ده، انا عارف انت عاوز تتكلم على التصدير فين، انا عارف الدكتور احمد عبد الكريم فين. لكن مشاهدينا الكرام، النهارده اليوم الغذاء العالمي، وما ينفعش يوم الغذاء العالمي ويعني بنتكلم على متبقيات وامراض برضو. هنروح لوجبه غذائيه كده نشوفها من الامارات، ننطلق للشيف محمد فرجاني وطبخ لنا طبخه كده نشوفها مع بعض. شيف محمد فرجاني شيف المطبخ العربي لفندق باب الشمس. النهارده هنعمل اول اكله عربيه جميله، هي اصلا اماراتيه، هو لحم المكبوس. شكرا شيف محمد فرجاني من الامارات، ربنا يوفقك واكلاتك دايما جميله. نتمنى دايما للمشاهدين دايما غذاء صحي وامن. نكمل حلقتنا واستاذنا الاستاذ الدكتور مصطفى شلبي و التدخلات بقى الدوائية اللي هتكلمنا فيها والآثار بتاعتها سريعا، ودور الطبيب يعني هتجمل لي فيها كمان دور الطبيب البيطري بقى، ما هنا فيها دواء بيطري، دور الطبيب البيطري هنا في الوقاية بقى من كل ده. التدخلات الدوائية معناها ايه؟ ان احد الأدوية عند اعطائه مع دواء اخر، يعني دوائين بيتعاطوا في وقت واحد، احد الأدوية يغير من تأثير الدواء الاول. يغير منه ازاي؟ اما زياده او نقص او يخفيه خالص، دي اللي بنسميها التداخلات الدوائيه. ودي لها انواع، تداخل دوائي مع دواء، ومهم قوي النوع الثاني تداخل دواء مع غذاء، وتداخل الدواء مع الامراض،
وتداخل الدواء مع الحمل، لان في فترات الحمل الهرمونات بتختلف، فمسار الدوائي داخل الجسم لازم يختلف لان في هرمونات اختلفت. تداخل الدواء مع الناس اللي هم مدخنين السموكرز، تداخل الدواء مع الناس اللي بيتناولوا الكحوليات، دي انواع التداخلات الدوائيه. والحقيقه التداخلات الدوائيه نوعين اساسيين حسب الايه المحصله الاكلينيكيه، يا مفيده بينيفيشال يا ضاره. بينيفيشال احنا بنلجا اليها علشان نحقق هدف منشود، زي ما فيش دواء النهارده من ادويه المهمه جدا اللي بتستخدم في العلاج خافضات ضغط الدم مع مدرات البول، الدوائين دول لازم يتعاطوا مع بعض، فيورازومايد مع لاسكس بيعالجوا وينزلوا ويظبطوا الضغط مع بعض الاثنين، افضل من ان اخد مدر للبول لوحده او اخد خافض لضغط الدم لوحده. كذلك دوائين السوق كله لدرجه لما جينا وقت التصنيع بقينا نحط الدوائين مع بعض، السلفا مع الترايم سوبريم، لانهم بيكملوا الحلقه في القضاء على الميكروب. القضاء على الميكروب المحتاج الى حمض الفوليك عشان ينمو، في له خطوتين، السلفا بتشتغل في الخط الاول والترايم سوبريم في الخط الثاني. دي كلها امثله للتداخلات الدوائيه المفيده. اما التداخلات الدوائيه الضاره بين دواء ودواء دي يجب الابتعاد عنها تماما وبيحظر استخدامها، لان انا استخدم مضادين حيويين من مجموعه اسمها الامينوجليكوسيدات زي الاستريبتومايسين والكوليستين، دول الاثنين مع بعض بيبقوا توكسيك، يعملوا لي توكسيسيتي. التوكسيسيتي بتاعتهم بتنقلب على الكلى نيفرو توكسيسيتي، وعلى التهاب الاذن تسبب اوتو توكسيسيتي. كذلك من التاثيرات الضاره للتداخلات الدوائيه استخدام مضادين حيوي مع بعض، بيبقى له شروط ورولز ان انا استخدم المضاد الحيوي ده مع ده. لو استخدمت بكتيريوستاتيك، احنا عارفين ان المضادات الحيويه يا توقف نمو الميكروب يا تقتله، بكتيريا سايد وبكتيريا ستاتيك. فقواعد اتحاد الدوائين دول مع بعض لهم قواعد، اذا استخدمت سايد مع سايد جميل جدا بيبقى سينرجيستيك، استاتيك مع استاتيك رائع يبقى سينرجيستيك، سايد مع استاتيك لا، تاثير بتاعهم بيبقى اقل من اي منهما. دور عارف ليه البتر يا دكتور مصطفى؟ حاضر عيني حاضر. عارف ليه؟ لان المضاد الحيوي لا يعمل على الميكروب الا اثناء نموه وتكاثره. فاذا اديت بكتيريوستاتيك هيوقف نمو البكتيريا، هيجي السايد مش هيشتغل، يبقى التاثير الريزلتنت افكت المحصله اقل. اما عن دور الطبيب البيطري في التداخلات الدوائيه، وجوده بقى وجوده وحرص الدوله ان هو يكون موجود في الاشراف وفي الرقابه تقصد اهميه الطبيب البيطري عشان يقينا من شر كل الحاجات اللي حضرتك اللي طب انا كان نفسي بس ادي امثله صغيره عن تداخل الدواء مع الغذاء، لان ده موضوعنا النهارده. تداخل الدواء مع الغذاء، انا باخد بعض الادويه بتعالج بيها، بتبقى مثلا اخدها لمده اسبوع وابطل اذا كانت مضاد حيوي، او امشي عليها فتره طويله اذا كانت ادويه سكر. هنا في الوقت ده يجب ان بعض الاغذيه نحتاط منها. اولهم المنتجات الالبان، ما يجبش ابدا اشرب لبن للاطفال، انا بديه للاطفال. بديه للاطفال ليه؟ عشان يزود الكالسيوم ويطلع السنان. ما استخدمش الالبان ما تناولش الالبان ومنتجاتها كالجبن والزبادي واليورت مع التتراسايكلين. ليه؟ بيقلل امتصاص التتراسايكلين وبالتالي تأثيره بيقل وتحصل عنه مشكلة تانية اللي هي مقاومة البكتيريا. بعض الأغذية الغنية بفيتامين كاف كالخضروات الورقية كلها زي الكرومب والملفوف والحاجات دي كلها غنية بفيتامين كاف، لو جيت أكلها وأنا باخد أدوية مانعة لتخثر الدم هيضادوا بعض، واحد كواجلان والتاني انتي كواجلان، وامثله متعدده للاغذيه الغنيه بالالياف والاغذيه الغنيه والاغذيه الغنيه بالبروتين، كل دي لها تضاربات او تداخلات ادوائيه خطيره. وزي ما اتفقنا من مشاكل او تجنب سريعا بس عشان الوقت يا دكتور، حاضر، تجنب التداخلات الدوائيه، نحاول الطبيب انديفيدواليز العلاج، يعني يوصف. احنا بنقع في مشكله خطيره جدا ان دايما نصف المضاد الحيوي استخدام خاطئ وعشوائي.
نعم indiscriminate use وده خطأ بيؤدي إلى مقاومة الميكروبات ومقاومة معدتها. هنا يجب أن يكون بالنسبة للغذاء إشراف الطبيب البيطري على جودة وسلامة الغذاء في المنتجات الغذائية. وبالذات أنه متخصص فيه هو المتخصص الوحيد في الأدوية البيطرية. دكتور أنسرين دور وجود الأطباء البيطريين بالإشراف على المزارع السمكية، أصحاب المزارع نفسهم ما بين مؤيد ومعارض وهي أزمة تعتبر ليهم، شايفة حضرتك يعني باختصار شديد احنا يعني انا حقيقي يعني مش عارفه يعني اعبر ازاي احنا بنحاول جاهدين ان احنا نظهر دور الطبيب البيطري في الحفاظ على صحه الانسان والثروه الحيوانيه. يعني القصه يعني مش بينه واضحه. ما انا بيجي لي انا بروح اشتري اللحمه، انا كمستهلك طبيعي انا هاكل وخلاص، انا مش عارف طول ما اللحمه عندي ريحتها كويسه وطعمها كويس مكتوبه مجزر او كده انا باكل. مين اللي بيوصلها لي ان انا اكل بامان؟ الطبيب البيطري من قبل ما اللحمه تبقى لحمه عندي، من وهي لسه حيوان هو حي وهي ما بعد ما بالظبط. يعني اعتقد ان دور الطبيب البيطري واضح وبين، ومن غير الطبيب البيطري ما فيش اي منتج من المصدر الحيواني ممكن تاكله بامان. تمام. حتى لو طعمه كويس انت ما تعرفش فيه ايه. اي بالزبط. منتج الا من اصل حيواني لابد من وجود الطبيب البيطري. هذا راي الاكاديميين الدكتور مصطفى والاستاذ الدكتور طبعا ميسي. طبعا يا دكتور انا عايز اناشد حاجه بقى. اتفضل. في هذا الحوار الهادف اناشد معالي رئيس الوزراء ورئيس هيئه سلامه الغذاء ان يشمل الاطباء البيطريين بعين الرعايه والعطف، ويعين مجموعة منهم لأن دول خط الدفاع الأول والحصين للحفاظ على غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري. ده نداء بوجهه لرئيس الوزراء ورئيس هيئة سلامة الغذاء. ينفع يا فندم جيش البلد يبقى مش كافي للدفاع عنها؟ ما ينفعش كذلك احنا جيش اول. ما ينفعش اول. هل جيش الطب البيطري. انا هروح للدكتور بقى. ما يبقاش كافي بما انه المسؤول. هل ده اهمال؟ هل ده نقص من يعني هل ده عيب من 1994 من وقف التكليف؟ هل عاوزين تشريعات قانونيه جديده؟ دكتور يعني احمد عبد الكريم وانت بس مسؤول. بص حضرتك احنا بنتكلم على الطبيب البيطري، طبعا الاطباء البيطريين الحكوميين دول بيمثلوا نسبه صغيره جدا من مجموعه الاطباء العموم على العموم يعني عندنا 2000 3000 دكتور. لكن عدد البيطريين حوالي 70,000 اكثر 73,000 في النقابه بس المساجدين في النقابه العامه فعايز اطمن اصحاب المزارع ان قرار تفعيل او مش تفعيل بقى بدايه نشره فيه هو اصلا القرار ما كانش واقف قديم ما كانش واقف ووقف وتفعل لا هو كان صدر طبعا في شهر 3 ونشر في الوقائع الرسميه في شهر 9 فبدايه تنفيذ القرار كان في شهر 9 نعم. ان احنا نطمنهم ان دوت مش عبء مالي عليكم وصح يبقى في تعاقد مع الدكتور في مرتب هتدفعه للدكتور بس بص لها من الوجهه الثانيه ان دوت حمايه ليك بدل ما تروح عندك ظهرت حاله بالقطاعي كده تروح تجيب لك دكتور ياخد منك قد كده انت عندك مشرف استغله يعمل لك البروجرام التحصيل بتاعك صح يعني عندك حاله يعملها لك صح يعني صح. الحيوان غالي مش رخيص طبعا ما بديت للدكتور دلوقتي الحيوانات اسعارها غاليه هديله كام فديت يعني هو الناس بتوصل للمنظور دوت يعني في كتير قوي اصحاب مزارع بصوا له لهذا المنظور طبعا لكن اليات التنفيذ ازاي بتاع القرار صدر الوزاره بقى تبع قطاع الانتاج الحيواني هو اللي هيحط اليات التنفيذ وهيبلغ بيها المحافظات ايه المطلوب بالظبط وايه القواعد التنفيذ بتاعته ده. الدكتور ناصر معانا يا جماعه الدكتور ناصر زيدان المدرب والخبير لمنح شهادات حلال معانا دكتور ناصر اهلا اهلا دكتور ناصر من جديد دكتور ناصر زيدان معانا وهو المدرب والمطور لمنح الشهادات الحلال نسالك بقى ايه الشروط اللي مفروض تبقى يعني انا النهارده عاوز اخد شهاده حلال دي كمنظومه او فرد او كده اعمل ايه وايه الشروط المتوفره فيها هو طبعا الحمد لله رب العالمين مشرع نصحه فعلا بعد كده الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابة والتابعين والمناهج الفقهية كلها كانت تعتمد على حلالا طيبة. نعم. فكل مبادئ سلامة الغذاء وأفضل الممارسات وكل حاجة بنبقى فيها دي أنت بتقول حاجة حلال كأنك كده باسم المشرع بنقول الحاجة دي حلال نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى في سلامة الغذاء في إن هو يبقى ما فيش أي ملوثات موجودة ولا أدوية ولا يكون ضرب للإنسان أو سام. نعم. فالناس متخيلة إن مجال الحلال بيبقى فيه ليميتيشن أو هو أبيض.
لا الحمد لله مجال الحلال اوسع بكتير جدا. ان مجال الحلال ده يعني اغلب كل حاجه في حياتنا موجوده حلال، احنا ما فيش حد شارب حلال الا في طبق مواصفات. ولو مثلا مواصفه معينه اختلف عن مواصفه ثانيه لازم بيحدد ليميتيشن معين. زي مثلا نوع الاسماك، لو الاسماك دي ليها حراشف او ما لهاش جهاز عنف او ما لهاش، بيبقى موجود على الليبل نفسه اللي هو المواصفه بتاعت الطعام الغذائي. نعم. فالحلال بيطبق اكثر من مواصفه، اشمل اكثر من مواصفه. لو في المصدر في مواصفات زي انشاء المصدر نفسه وذبح الحيوان وازاي نتعامل مع الذبيحه بعد ما نخلصها عشان هي شهاده حلال. لو في مصنع لحوم برضه بيطبق كل الاشتراطات الموجوده خاصه باللحوم، سواء بطاقه غذائيه او سلامه الغذاء اللي موجود او حتى الاشتراطات من اول ما كان الحيوان لسه حي في المزرعه، كل الاشتراطات دي كلها بيشملها نظام الحلال. المنظمه دي مثلا في الامارات، في ماليزيا، يعني كل منظمه ولها شهادتها صح؟ صحيح. انت بتتكلم كده هيئه المواصفات المصريه. في هيئه المواصفات المصريه في الاماراتيه، في الماليزيه، في اكثر من هيئه مواصفات مصريه تختص انها تحتفظ زي البنك كده، تحتفظ بالمواصفه الخاصه بالدوله الموجوده فيها. تمام دكتور ناصر. احنا نرجع للدكتور احمد عبد الكريم. انا ليا بس اهلا وسهلا دكتور ناصر. انا طبعا سعدت بمقابله دكتور ناصر من حوالي اسبوعين في مؤتمر الصعاد كان جزر مصر هنا، وانا كنت شرفت بمقابلته، يعني من السادة المحترمة على مستوى الدول العربية واسمه معروف، من الشخصيات المحترمة جدا. طبعا طبعا الدكتور ناصر زيدان الشافعي. بس طبعا هو اتطرق لموضوع الشهادات الحلال. طبعا نحب نطمن الناس ان الدولة المصرية حطت ان لازم زي ما الاكل او الغذاء امن صحيا يكون برضو امن شرعيا. عشان كده شفنا قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2020 بانشاء الشركة المصرية الاسلامية، دي هي ليها الحق الوحيد لاصدار شهادات الحلال تباعا بالتدريج. ما ينفعش تقطع المنظومة ماشية عندك تقطعها مرة واحدة. لازم تمشي بالتدريج. الحمد لله ابتدت تفعل بالنسبة دي. اصلا عشان تبقوا عارفين القرار دوت، دي شركة من ثلاث وزارات ممثلة في اربع هيئات. يعني عندنا وزارة الاوقاف دي عشان ناحية شرعية، وزارة الزراعة ممثلة في هذه الشركة، وزارة التجارة والصناعة ممثلة بشقين اللي هو الصادرات والواردات والهيئة العامة للصيد والجودة. دول اربع جهات الشركاء في انشاء هذه الشركة. دي المنوط بيها، هي المنوط بيها الوحيدة لاصدار شهادات الحلال للوارد كله، وان شاء الله هيبقى للصادر كله مصر. ليه؟ عشان تكون مطمئن انك تاخد حاجه حلال تحت اشراف حكومي بدكاتره مصريين بشيوخ مصريين. الحمد لله اتفعل الموضوع ده في امريكا، امريكا الشماليه خلاص. اتعمل الحلال في لاتين امريكا، اتعمل في الهند، وجاري تباعا ان شاء الله هينتشر على كل مستوى العالم. يبقى ان شاء الله في الموضوع في فقره ان شاء الله نتكلم حضرتك فيها لما تكمل المنظومه ونجعل الموضوع في اخر دور الحجر يعني البيطري الان في تصدير الاسماك للاتحاد الاوروبي، واسمع برضو الاجبان الى روسيا. شوف حضرتك احنا بنتكلم التصدير الغرض منه مش حد، الغرض الاقتصادي بتاع العمله الصعبه هو ده غرض، لكن الغرض الاساسي منه هو تشجيع الانتاج المحلي. احنا قلنا من شويه ان احنا لو وصلنا مرحله اكتفاء ذاتي هنوقف الاستثمار، ان هنتج اكتر من كده ايه، فمش هينفع، لازم افتح مجالات للتصدير. بالنسبه لتصدير الاسماك ابتدينا اللي هو عملنا احنا الهيئه العامه للخدمات البطاريه واخده يعني في تفاعل بينه وبين الاتحاد الاوروبي، عاملين 18 شركه موثقه في الاتحاد الاوروبي. ما سمعناش ان في رساله باشراف الهيئه العامه للخدمات البطاريه راحت الاتحاد الاوروبي واترفضت. الاتحاد الاوروبي بيتطلب شروط معينه ان يكون صيد بحري او البردويل. عندنا البردويل دي من انقى البحيرات على مستوى العالم. البحيرات البحريه اللي هي الميه المالحه. يعني عندنا بحيرات ميه عذبه كتير، بس لسه الاتحاد الاوروبي ما اتطرقش الى استيراد الاسماك المياه العذبه من عندنا. لكن بقيه دول العالم عندنا 24 منشاه مسجله للتصدير عذب ومالح وباشراف الهيئه العامه للخدمات البطاريه. مش عايز اقول لحضرتك ان كل منشاه عليها طبيب سحب دوري. احنا عندنا معامل وزاره الزراعه، معامل المتبقيات، حاجه عظيمه قوي. الاجبان الى روسيا، الاجبان لروسيا مسجلين عندهم 14 منشاه. يعني السنه دي عشان ازمه كورونا صدرنا حوالي 1080 طن. ولسه كان معانا فيديو كونفرنس احنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا مرتين، وكان في امبارح لقاء في وزاره التجاره والصناعه عشان عمل الزياره الفنيه للاتحاد السوفيتي، ان شاء الله هتبقى في روسيا 11، عشان وسجلنا منشات لتصدير الاجبان لروسيا، وقبلوا مننا منشات تانية ان احنا نسجلها عندهم برضه تصدير الاجبان لروسيا. تمام. وبالنسبه برضه الاسماك قبلوا مننا تصدير منشات لتصدير الاسماك لروسيا. احنا بنصدر الامارات العربيه المتحده كتاكيت وسمعنا. لا حضرتك لا، بالنسبه بقى للدواجن اللي عندنا دلوقتي حضرتك، اول يمكن حاجه توصل عندنا الاكتفاء الذاتي. اللي بنصدر دواجن
مذبوحه او لو ما تصدرش حي معامل حراري. التفاعل اللي بيننا وبين الدول العالم دلوقتي ان احنا تم اعتماد حوالي 14 منشاه خاليه من الانفلونزا الطيور دي باعتماد الاو اي اي، دي هتبقى ان شاء الله ليها قواعد منظمه عشان خاطر نشجع. بالنسبه لافريقيا صدرنا احنا لافريقيا حوالي بتاع 2000 يعني، او ابتدينا تصدير كل الاسماك للمملكه العربيه السعوديه الامارات الاسماك اسماك خلاص قريب. لا هم حضرتك بعتوا ان هم عايزين يبعتوا فريق تفتيش المنشآت السمكيه عندنا، المنشآت السمكيه جاهزه بس هنعمل ربط ما بينها وبين المزارع عشان التراسابيلتي مهم قوي. السمك ده جاي من انه مزرعه، فعايزين نعمل لهم زيارات فنيه للمزارع والمنشآت مع بعض وكيفيه الربط بينهم مستجديه. تمام يا دكتور، ربنا يخليك. اخيرا بس عشان الوقت بيسعفنا، اخر كلمه عاوز تقولها دكتور مصطفى سريعا. في نهايه هذا اللقاء بتوجه بالشكر الجزيل إلى تلميذ النجيب الدكتور محمد الغزالي، محمد فوزي الغزالي الله يسعدك، والدكتور ناصر الشافعي، ناصر زيدان الشافعي تلميذي العزيز، أنت اللي شرفتنا ونورتنا، وابنتي الغالية المفضلة الدكتورة نسرين عز الدين، وأخي الكريم الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد. نعم. وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق. دكتورة نسرين، في أي تعقيب عاوزة تقوليه على موضوع الأسماك؟ أنا بس يعني هو مش خروج عن الموضوع، لكن يعني استكمالا لكلام الدكتور أحمد، قطاع الإنتاج السمكي يا دكتور أحمد فيه مشكلات كتيرة جدا، البعض منها تشريعي يحتاج لتعديل قوانين، فاعتقد حضرتك احد تعديل القوانين البرلماني الجاي، فرصه الاطباء البيطريين في التشريعات ان شاء الله باذن الله. اتمنى الفوز للدكتور البدري ضيف، اتمنى الدكتور احمد كريم في البدري ضيف. في تعقيب بسيط جدا واخد بالك حضرتك، ان احنا القوانين دي لما صدرت عشان الوقت بس كان حاجه سريعه جدا، كانوا حفاظا على الميه. طبعا الفكره تتغير خالص، أنا السمك طلع انه مستهلك للميه، مستخدم للميه مش مستهلك ليها، وعشان كده اغلب دول العالم بتطلب السمك اللي يكون هو المستخدم الاول للميه. يعني احط السمك بعد كده اخد الميه اعمل بيها زرع، بالعكس بديله قيمه عضويه زياده بدل السماد. احنا بقالنا سنين بنقول القانون بالذات رقم 124 عشان كده السمك حتى من زرع السمكيه طريق الصحراوي. احنا ان شاء الله ممكن نحدد حلقه خاصه على موضوع الاسماك في وجود نخبه من العلماء. انا غيور على القطاع ده فتلاقيني حضرتك دايما بتكلم. ربنا يخليكم يا رب. مشاهدينا الكرام، نصل اليوم الغذاء العالمي هو ان احنا يا رب ناكل ان شاء الله غذاء يكون امن. احنا في مصر فعلا الدوله يعني كلفت كثير من المليارات في الفتره الاخيره لازدهار الثروه الحيوانيه والداجنه بالمليارات، وايضا الغذاء الامن الصحي هو دور الطبيب البيطري خط الدفاع الاول لذلك، لغذاء صحي وامن من اصل المنتجات الحيوانيه، لعدم تكليف الدوله لمستشفيات وغيرها الكثير من توفير العلاجات. سعيد جدا بضيوفي في الاستوديو، كان معي لسعاده الاستاذ الدكتور مصطفى عباس شلبي استاذ الادويه بكليه الطب البيطري جامعه القاهره، ايضا الاستاذه الدكتوره نسرين عز الدين محمود استاذ الطفيليات وطفيليات الاسماك كليه الطب البيطري جامعه القاهره، ايضا شرفت بالاستاذ الدكتور احمد عبد الكريم بديع رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري بالهيئه العامه للخدمات البيطريه. اهلا وسهلا بكم جميعا. انتم مشاهدينا الكرام، ايضا الشكر موصول لكم لمتابعتنا في حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل. الجمعه المقبله معنا، الى اللقاء.